فهذا أصل منشأ هذه المقالة الخبيثة، ثم ورثها عنه المعتزلة. المعتزلة أيضا يقولون بهذه المقالة، وأيضا الجعفرية من الشيعة الإمامية يقولون بهذه المقالة، لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوها عنهم. أيضا الشيعة الزيدية يرون هذا الرأي ويعتقدون أن القرآن مخلوق، أنه ليس كلام الله. كل هذا ورثوه عن الجهمية، وهذا مدون في عقائدهم التي يدرسونها الآن، مدون هذا الكلام.